احنا نقدر نشوفهم بس هم ما يقدروا يشوفونا. كل ما لهم بيقربوا اكثر. واو، بعدنا صار مسكون بالانس. نصيحة، ابعد عن الانس وبناتهم. في احد؟ طب مين معايا؟ حوجن؟ ايوه. واو، قدرات المقربين يقدروا يتشكلوا ويتواصلوا مع الانس. انت خايفة؟ ليش؟ انت تخوف؟ بعدها كل شيء تغير. سوسن من عالم وانا من عالم. انت عمرك حبيت؟ اذا قصدك قبل المرة هذه هلا. يحبها يعني. لقينا حوجن. ايوه يا سيد الجن، ابن الملك من حال الفيحي. أمرني وأنا أجيبه عند رجلك دحين. بس عشان تفكها من اللي هي فيه وتفك الرباط عنها. سير معانا عشان نتسلط على عالم الإنس. كل هذا بسببي. لازم نلحق سوسن، ما في وقت. لازم تبقى بعيد عنه. هذه كانت رغبة أبوك. حوجن!